ليه الناس كلها بتقول انه غياب محمود الونش هو سبب كل الازمات اللي بتحصل فنيه في طريقه اللعب وفي الاداء الدفاعي؟ هل غياب لاعب ممكن يؤثر كل هذا التاثير لاعب واحد؟ بص، وضع طبيعي الونش كان عامل حاله في خط الظهر نادي الزمالك، بس مش هو برضو اللي هيعمل الخلل ده كله. لا، هو اصل مش فرض هيعمل لك خلل في منظومه كامله. انما انا بكلمك كمجمل، هو لعيب كويس ولعيب له ثقل ولعيب كان فعلا حائط صد لنادي الزمالك الفترات اللي فاتت. صحيح. انما انا بكلمك مش لعيب واحد اللي هيعمل الخلل ده. لا، الخلل بيجي من اول واحد. انت بتكلمش على خط الظهر، واول خط بيدافع عندك مين؟ الجزيري. صح. الاول السنتر فيرود اللي شغال. صح. فده اول خط، فانت لازم تحكم الامور بشكل كويس. صح. انما انا بقول لك الخلل كمنظومه ك10 لاعبين او ال11 لاعب اللي بيبدا او الناس اللي بتنزل، فلازم الناس تراجع نفسها في اسرع وقت، لان انت خلاص انت داخل على مرحله مهمه جدا عشان ما تطلعش صفر. زي ما بقول لك يعني التدوري بيضيع خلاص، كاس خلاص، القديم خلاص، القديم خلاص، لسه الجديد لسه لا في علم الغيب. يبقى ما قدامكش الا البطوله الافريقيه، ولازم تحسين مركز في الدوري عشان انت خلاص طب تبعد. انت النهارده المقاولين لو كسب عداك هيبقى هتبقى انت في المركز الخامس. الخامس. ويعالم مين اللي هيجي بعديك كمان. صح. فدي لا، دي مشكله، فانت لازم تلم امورك باسرع وقت. صحيح. طيب،